ازاي؟ هو عامه الطالب اللي هو يعني مذاكر طول السنه هيختلف تماما عن الطالب اللي هو واخد الثانويه العامه كسنة عادية زي أولى وتانية وأنا آخر السنة هقرأ كلمتين وخلاص. فعلى فكرة هو طبعا زي ما الأستاذ تفضل وقال إن امتحان الإنجليزي هو تقريبا اللي اشتكوا منه. في بعض الناس اشتكت من الفيزياء وناس كتير قالوا الفيزياء كويسة، يبقى اللي اشتكوا دول هما اللي ما كانوش مذاكرين. فشيء طبيعي الطالب المذاكر طول السنة ومجتهد هيختلف تماما عن الطالب اللي هو إيه واخد الموضوع عادي. بس هو لكن الامتحان الكيمياء عامة يعني الكيمياء فعلا مظلومه من كلمه الكيمياء غداره، بريئه من الكلمه دي. الكيمياء محتاجه ان طالب الكيمياء لازم يكون فاهم كيمياء كويس جدا. زي ما حضرتك قلت اول الحلقه ان الطلبه بتحفظ فعلا، في طلبه كتير بتبقى مركزه قوي على الحفظ. والكيمياء عامه دي ماده علميه. الكيمياء حضرتك يعني اول السنه انا بقول لاولادي في الفصل ان عشان الكيمياء دي لها شخصيه زي بالظبط، يعني انا في مدرسه بنات فبقول انت مثلا ليكي زميلتك وبتحبيها قوي، زميلتك دي ماشيه مع واحده تانية وليكن اسمها منار، منار دي انت نفسك تصاحبيها بس تقيله على قلبك. انا بقول لهم كده بكل بساطه في اول السنه علشان طلب الثالثه سنه وفي اول السنه بيبقوا متوترين جدا وخايفين ومرعوبين ان دي مصير سنه محدد. فبقول لها، فبتقول انا زميلتك دي تقيلها على القلب، تقول لها لا ده مفتاح شخصيتها 1 2 3. فلما تتعامل معاها بالشكل ده بتحبها وتبقى عادية. فبقول لهم ان الكيمياء دي لها شخصية، لها مفتاح. ايه المفتاح بتاعها؟ 3 حاجات. اول حاجة في مفتاح او اول مفتاح لازم تفهم كيمياء كويس جدا. مفيش حاجة اسمها ان انا احفظ حاجة حتى لو مثلا سؤال لو كلمة لازم افهم.